السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا صفحة 32، عندنا The Olympic Games، الألعاب الأولمبية. Read about the Olympic Games، اقرأ عن الألعاب الأولمبية. The Olympic Facts and Figures، يقول هنا الحقائق الأولمبية والأشياء أو الشخوص. خلينا نشوف، يقول The Old Olympic Games took place in Greece. طبعا هاي مهمة، took place معناها حدث أو حدث، يحدث حدث. الألعاب الأولمبية القديمة حصلت in Greece في اليونان 2000 years ago، قبل 2000 سنة. In 1896 بهاي السنة a Frenchman Pierre de Coubertin، هذا الفرنسي Pierre de Coubertin started the modern Olympic Games. يقول بهاي الـ يعني الـ السنة الفرنسي هذا بدأ الألعاب الأولمبية الحديثة. They take place every four years. يقول هي تحصل كل يعني 4 سنوات. In a different city each time، في مدينة مختلفة كل مرة. نا تايم تجي مرة. Pierre de Coubertin، هذا الشخص thought that everybody should enjoy taking part in the games. يقول اعتقد أو فكر أنه كل شخص أو على الجميع أنه يستمتعون ب taking part تجي مشاركة in the games في الألعاب. He said، هو يقول the most important thing in the Olympic Games is not to win but to take part. هنا يقول الشيء المهم أو الشيء الأكثر أهمية العفو in the Olympic Games في الألعاب الأولمبية هو ليس الفوز not to win but to take part، بل المشاركة. More than 200 countries took part شاركت، أكثر من 200 بلد شاركوا in the Rio de Janeiro Olympic Games in 2016. كنت تنقري هالشكل، ممكن تنقري 2016. أكثر من 200 بلد شاركوا في هاي ألعاب ريو دي جانيرو 2016. أثلتيس from 87 countries. يقول هذول المشاركين، أوكي، الرياضيين من 87 بلد won medals. شنو كسبوا أو حصلوا على ميداليات. The athletes completed in 28 different sports. الرياضيون أكملوا يعني 28 رياضات مختلفة. The athletes who come first, second and third win medals. يقول هنا الرياضيون الذين يأتون أو يعني يحصلون على المرتبة الأولى وسكند المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة win medals، يحصلون على ميداليات. The winner gets a gold medal، الفائز يحصل على الميدالية الذهبية. The athlete who comes second get a silver medal، الرياضي اللي يأتي ثانيا يحصل على الميدالية الفضية. And the third، والثالث gets a bronze medal، يحصل على الميدالية البرونزية. The rings on the Olympic flag، الحلقات هاي اللي موجودة على الأولمبيك فلاج، على العلم الأولمبي، showed the meeting of athletes from all over the world، تظهر يعني اللقاء، تظهر لقاء الرياضيين من جميع أنحاء العالم. The five colors، الألوان الخمسة، and the white background، والخلفية البيضاء، are the only six colors، هي فقط الألوان الستة، that were on the national flags، اللي كانت على العلم الأعلام العفو الوطنية
in 1913 في سنة 1913 when the Olympic flag was invented عندما تم يعني اختراع او يعني ايجاد invented اختراع هو سنة ايجاد العلم يعني العلم الاولمبي اوكي فاذا هذه ب 1913 يلا يعني هذا صار اوكي اعزائي زين طيب ask and answer the questions اسال واجب على الاسئله what do the athletes who come first get اللي ماذا يعني يحصل الرياضيون الذين ياتون في المرتبه الثانيه يحصلون على شنو هذه السيلفر الجواب هنا راح يكون second silver silver medal okay زين what do the Olympic rings stand for ماذا تمثل ايش تمثل طبعا هنا عندنا show ايضا هاي meeting هذه الجواب هو هذا الجواب هو هنا راح يكون ايش تمثل تمثل اللي انا قلته تقدر ترجع للجواب did Coubertin think that it was important to win the Olympic Games هل اعتقد يعني هذا الفرنسي Coubertin بيير انه الكسب او الربح في الالعاب الاولمبيه يعني مهم لا طبعا نو جواب نو how many countries took part in the Olympic Games in 2016 كم عدد البلدان اللي شاركت في هذه الالعاب الاولمبيه في 1916 طبعا 200 هو واز بيير دي كوبرتن من هو هذا من هو فرنش دي كور ستارتد هذا اللي هو ستارتد الالعاب الاولمبيه هذا اللي هو بداها اللي هو هذا زين من عندنا هو واز هاي قلناها وين وير ذا فيرست مودرن Olympic Games held أين عقد أو أين أقيمت الألعاب الأولمبية الحديثة لأول مرة؟ وين أقيمت الألعاب الحديثة لأول مرة؟ هنا عندك وين راح نلقاها؟ هذه بهاي السنة 1896 هذه اوكي لان هاي بهاي السنه هو دي كوبرتن هو بداها اوكي بينما هي قبل 2000 سنه هي موجوده وعليه هاي السنه زين how often do the Olympic games take كم يعني كم مره تحصل الالعاب الاولمبيك الجواب هذا every 4 years كل 4 سنوات اوكي اعزائي السائح علينا صفحة 32 تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء